الأستاذ ياسر المسحل يقول أداء الأخضر أمام اليابان لم يكن سيء، كان جيدا إلى درجة معينة، الخسارة مؤلمة لكنها في بداية التصفيات، اللاعبين صغار. بعدين في حديث استمراره يقول نعمل في المسار الصحيح والعمل يحتاج وقت، المسألة ليست بأن تأتي في عام في 4 أعوام وتحل كل المشاكل الموجودة. وانت الحين داخل في الفترة الثانية ولا لا؟ سنتين صحيح. فباقي لك سنتين من 4 أعوام، المشاكل الموجودة في 4 سنين اللي عدى منها سنتين وباقي منها سنتين، هي في الأربع، خلينا نفترض انها في 4 سنين اللي قبل اللي انت كنت فيها موجود. يعني اذا انت ناوي في 4 سنين الثانية تحل كل المشاكل الموجودة، ترى انت كنت في 4 سنين اللي قبلها، فإذا كنت أنت صاحب المشكلة حتحل المشكلة. أنا ما أعرف طبعا، أنا هذا مو كلامي، هذا كلامه هو وأنا أعلق عليه. يعني لا أحد يقول إحنا نستهدف الأستاذ ياسر ولا شيء، لا بالعكس، يعني رجل غاية في الأدب والاحترام، بس نعلق على كلامه. لا يمكن في 4 سنوات تحل مشاكل الكبيرة اللي قبل، أنت لك الآن هذه الفترة الثانية.